تخاف وفاة عضو الكنيسة عن حزب الليكود جيلا جمليئيل من حدوث كارثة في ميناء حيفا، على غرار ما حدث في مرفأ بيروت لوجود مخازن كبيرة لمواد كيميائية خطرة. وطالبت جمليئيل السلطات بالتسريع في خطة إزالتها والتي من المفترض أن تتم خلال 5 سنوات. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد هدد قبل أعوام باستهداف مخازن الأمينة في ميناء حيفا. ومن الحدود الإسرائيلية اللبنانية معي مراسل اي 24 نيوز أدهم حبيب الله، مرحبا بك أدهم. ماذا عن التقديرات الإسرائيلية بخصوص التوترات بين حزب الله وإسرائيل بعد أحداث بيروت؟ كيف يمكن أن يؤثر الانفجار على الأوضاع بالحدود الإسرائيلية اللبنانية بحسب التقديرات؟ نعم لورين، يعني نحن نتحدث عن أزمة لربما كانت لها انعكاسات على ما يحدث على هذه الحدود، علما أن ما جرى خلال الأسبوعين الأخيرين بعد استهداف إسرائيل لعنصر من حزب الله داخل الأراضي السورية، وبالطبع حالة التأهب التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة السابقة، وبعد حادثة الاشتباك التي أعلنت عنها أيضا أو أعلن عنها الجيش الإسرائيلي عقب محاولة دخول واقتراق بحسب الرواية الإسرائيلية لبعض عناصر حزب الله لمحاولة الرد على إسرائيل للعملية التي كانت في سوريا. يعني استمرار التعزيز وأيضا تواجد الجيش الإسرائيلي المتواجد حتى هذه اللحظة أيضا على طول الشريط الحدودي وبالطبع على العديد من نقاط التماس وأيضا المفارق الرئيسة، هذا يعني أن إسرائيل لا زالت ترفع من حالة التأهب وهي يعني مستمرة في ترقب الحدود الشمالية على الرغم مما حدث في لبنان من أزمة كبيرة وأيضا كارثية. هناك أنباء قدرت لربما أن في هذه المرحلة حزب الله لن يرد، ولكن إسرائيل تأخذ بالحسبان جميع الأمور بحيطة وبحذر، وأيضا هي حتى الآن يعني تراقب وبشدة ما يحدث داخل الأوضاع اللبنانية وتحديدا حزب الله. هناك سيناريوهات أخرى لربما قد نتطرق إليها في هذه المرحلة عفوا. نعم. وبحسب تقديرات عسكرية إسرائيلية هناك من يقول أن انشغال حزب الله في هذه المرحلة لربما قد يبعده عن سيناريو الانتقام او الرد عما حدث في سوريا، ولذلك يعني هذه كلها حتى الان يعني تقديرات وتخمينات اسرائيليه، ولكن اسرائيل لا تتعامل بسيناريو التقديرات والتخمينات، هي تاخذ جميع الاحتياطات على محمل الجد. وبالطبع نعم يعني من وصل الى هنا يشاهد حتى على المفارق الرئيسيه يشاهد هناك قوات من الجيش، ولكن في نقطه اخرى لربما لورين يعني فيما يتعلق ايضا بما ذكرتيه حتى او في سياق اخر لربما نتطرق اليه في إطار المساعدات التي ستقدم من قبل الحكومة الإسرائيلية، علما أن كانت هناك تصريحات من قبل رئيس الحكومة الذي أراد تقديم هذه المساعدات. هناك من يقول أو أنباء تتحدث عن وجود تقدم في مسار تقديم هذه المساعدات عن طريق الأمم المتحدة، علما أن إسرائيل عرضت على المسؤولين في الأمم المتحدة الذين تضرروا عقب الانفجار الذي وقع بالوصول إليهم من المستشفيات الإسرائيلية. كان لي أيضا حديث قبل قليل مع رئيس إحدى المستشفيات هنا في هذه المنطقة في مدينة نهرية، قال نحن على استعداد لاستقبال المرضى وأيضا المصابين في هذه المرحلة وتقديم المساعدات في لبنان على عكس ما يحدث في على أرضية الواقع من توترات سياسية أمنية وأيضا الخلاف. وماذا عن الخشية الإسرائيلية من تكرار سيناريو بيروت في ميناء حيفا، خصوصا وأن الميناء يحتوي على مواد خطرة؟ نعم، حتى هذه اللحظة هناك حديث يعني داخل الأروقة الإسرائيلية، هناك من يقول أن ما حدث في بيروت ليس بعيدا عن حيفا، بغض النظر عن تصريحات حزب الله وأيضا الأمين العام في السابق عندما تحدث عن استهداف تلك المنطقة وأيضا خزانات الأمونيا، هناك من يقول أنها باتت خطرا بالنسبة لسكان مدينة حيفا وجود هذه المواد الخطرة، لربما تحديدا بعد ما حدث في لبنان هو بمثابة كرت أصفر للحكومة الإسرائيلية، لربما قد تباشر بنقل هذه الخزانات إلى أماكن أخرى بعيدا عن هذه المنطقة المكتظة بالسكان وأيضا المنطقة الجميلة بالنسبة لدولة إسرائيل مدينة حيفا، هذه المدينة والتي تقع على البحر بالإضافة إلى قربها أيضا من الشريط الحدودي أو من المنطقة الحدودية الشمالية، علما أنها كانت محطة استهداف في حرب عام 2006، ولذلك سقوط صاروخ في هذه المرحلة قد يؤجج وأيضا يسبب أضرار كما حدث في بيروت. ولذلك يعني حتى قبل قليل هناك من ينادي حتى رئيس بلدية حيفا
تطالب الآن بعقد جلسة أيضا ضرورية من أجل اتخاذ قرارات لربما قد تكون مستقبلية. إحدى هذه القرارات لربما نقل هذه المواد إلى مناطق بعيدة، ولكن كما قلت في السابق فإن جغرافية إسرائيل ضيقة جدا، نقلها أيضا إلى مناطق جنوبية لربما قد تكون أيضا ورقة تلوح بها الفصائل الفلسطينية في حال أرادت استهداف إسرائيل. نعم أدهم، الزميل أدهم حبيب الله كنت معي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، شكرا جزيلا لك.